شدد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة فتح كافة المعابر البرية لقطاع غزة لإدخال المساعدات لأهالي القطاع. وخلال كلمات الوفود المشاركة بالمؤتمر، أكد أبو الغيط على أن أهالي قطاع غزة يواجهون خطر مجاعة محققة. نشدد هنا على أن استحداث طرق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مثل إنشاء ممر بحري، لا تغني عن ضرورة فتح كافة المعابر البرية باعتبارها تمثل الآلية الموثوقة والفعالة والمستدامة لإدخال المساعدات التي يحتاجها القطاع وفق قرار مجلس الأمن 27/20. وبديل ذلك هو مجاعة محققة تلوح في الأفق وتفاقم مروع للأزمة الإنسانية.